السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة خاصة بالتهاب العقوق. هو في الحقيقة دواء يعني في هذه المنطقة ديالنا كيستعملوه بزاف وبغيت نشارككم إياه. هو دواء بسيط سهل. كما كتعرفوا التهاب العقوق كيجي من الثقل يعني اللي كان الأرنب يعني سمين بزاف. ممكن انه يجيه التهاب العرقوب. التهاب العرقوب وهو واحد الجروح كتجي على انا ما عنديش هذه الحاله ولكن حاولت انني غادي نفسر لكم كيفاش تتعاملوا مع التهاب العرقوب وما هو التهاب العرقوب. التهاب العرقوب بالدارجه كيقولوا واحد الارنب معرقب وهو الارجل الخلفيه ديالو كيكونوا يعني فيهم واحد الجروح تنتف منهم يعني الشعر ديالهم وكيولي داك الجرح بارز باين. اذا هذا الجروح بالنسبه للانثى ما كتكونش مزيانه لانها ما كتبقاش مراقبه الصغار ديالها ما كتولدش مزيان. كتكون ديما فيها الحراره يعني في الجسم ديالها. بالنسبه للذكر ما كيبقاش يلقح لان الذكر كيبقى يطلع فوق الانثى ملي كيبغي يطلع ويقوم بالعمليه التزاوج ديالو انه كيضروا هذوك الجروح اللي عنده في الارجل الخلفيه ديالو وبالتالي انه ما كيلقاش. اذا يعني الناس اللي بغاو الدواء معروف راه بلو دو ميتيلان واحد الرشاشه زرقاء. الناس اللي ما عندهمش امكانيات انا ديما كنهضر في هذه المشاريع ديالي مع الناس الفقراء اللي ما عندهمش اللي باغيين يطلعوا هاد الارانب ديالهم يعني بواحد الطريقه يعني بسيطه ويربحوا منهم لماذا. اذا كاين الناس اللي غادي يبقاو يديروا يعني غير يعني نقولوا مثلا ديمادات مثلا غادي يشد هذاك الجرح ويدير له واحد الفاصمه مثلا ويخلي هذاك الجرح حتى يبرع على خاطر حتى هذه القضيه حتى هي كاينه. ولكن الناس كيفاش اسمو كيستعملوا هنايا كيستعملوا فازلين. هانتوما فازلين العاديه اللي كدير في الرجلين ولا كدير في اليدين اما ديال الحامض ولا ديال الورد راكم عارفين نتوما يا فازلين راه كاينين بزاف ديال الانواع. المهم انه سمو كيدير هاد فازلين هاد البوماده هادي هانتوما ملي كديروها يعني كتمتاز بواحد الليونه. هانتوما شوفوا كيفاش دايره كتخلي واحد الليونه في الجلد هادي هنايا كيدهنوا بها يعني الارجل يعني البلاصه ديال البلاصه فين كاين الجرح. سمو كيوقع ان هذاك الجرح اولا كيولي لين ما كيقصحش وكيبقى يتجرح ديما. ثانيا انه كيولي بعيد عن الهواء وكذلك الجراثيم. تقولوا لي انتم لا ما يمكنش تكون بعيد على الجراثيم ولكن ملي كيولي لين كونوا متاكدين ان الهواء يعني البرد ممكن انه يكون يعني القفص ملوث. هاد فازلين هادي راه ملي كديروها له لهذاك الجرح هذاك الجرح بحال حنا نقولوا كيتسد. ملي كيتسد الجرح كونوا متاكدين ان مع المده كيولي هذاك الجرح كيتكون واحد الطبقه سميكه فوق منه. ان واحد السيد جرب هذه القضيه هذه انا ما جربتهاش ولكن بغيت نشارككم لان هاد العبوه هذه كدير 5 دراهم ممكن انكم ديروا منها غير شويه راه عامره كلها. شوفوا الحجم ديال يدي هي راه عامره باكملها. ممكن انكم تشريوها وتبقاو تستعملوها ليكم نتوما وفي نفس الوقت ديروها الجرح ديال اللي كيجيو على مستوى الارجل ديال الارانب. كونوا متاكدين انه مع المده راه كديروها له غير 2 مرات الثالثه اليوم الثالث كتحسوا بداك الجرح بدا كيلتئم. يعني هذه مجربه ما راهم دايرينها كيهضرين هنا كيقولوا تليين يعني الجلد يعني هما دايرينها الرجلين دايرينها ولكن الناس كيديروها حتى الجرح ديال الارانب ديال التهاب العرقوب. اذا هذه حلقه يعني هناك اي حاجه كنشوف الناس كيديروها يعني
العاديه اللي ممكن ان تكون متاحه كنوريها لكم. هذه فازلين ديروها التعاب التهاب العرقوب، راها صالحه 100%، رخيصه في الثمن، ممكن انكم تستعملوها لكم والانانيب ديالكم. اذا هذه الحلقه ديالنا هذا النهار، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.